أهلا بيكم، معاكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة آلات تصنيع الملابس. المحاضرة دي هي الجزء الثاني من المقدمة اللي كنا بنتكلم فيها عن مجال صناعة الملابس، وهنتكلم في الجزء ده عن التحديات اللي بتواجهها صناعة الملابس ودور المنظمات المختلفة في حلها. هنتكلم في الجزء ده عن التحديات اللي بتواجهها صناعة الملابس. أول حاجة هي الـ Consumer Choice and Demographic Variability، واللي بتعني اختيار المستهلك والتغير الديموغرافي أو السكاني. يجب على مصنعي الملابس إنتاج مزيج متنوع من المنتجات، لأنه في الكثير من الأحيان بيصعب فهم سلوك المستهلكين والتنبؤ به، وده بيرجع للاختلافات الكبيرة في التركيبة السكانية والفسيولوجية. ده طبعاً إلى جانب تأثير عمر المستهلك ودخل الأسرة ومستوى التعليم والمهنة على اختياراتهم. مؤخراً المستهلكين بقوا أكثر انتقائية بسبب زيادة الوعي والمعلومات المتاحة بسهولة حول المنتجات والتصاميم المختلفة، وبكده بيتحول اختيار المستهلك تدريجياً من التصاميم التقليدية إلى السلع الفاخرة الراقية. بتختلف اختيارات المستهلكين وتوقعاتهم على نطاق واسع داخل السوق المستهدف، فالمستهلك بيطلب دايماً الجمع ما بين الأسعار المعتدلة والموديلات الجديدة الغير مكررة، لكن بعض المستهلكين بيفضل اتباع أحدث اتجاهات الموضة، وفي برضو جزء من المستهلكين بيبقى عنده الرغبة في إنه يشتري الـ Investment Clothing أو الملابس الاستثمارية. إيه هي الملابس الاستثمارية أو الـ Investment Clothing؟ الـ Investment Clothing هي القطع الأساسية متعددة الاستخدامات وعالية الجودة، واللي بيتم شرائها مرة واحدة وبتعيش سنوات عديدة. يعني هي قطعة ملبسية أنا بشتريها بيكون سعرها عالي نسبياً عن باقي القطع الملبسية اللي عندي، لكن الميزة فيها إنها بتليق على أكتر من حاجة عندي في اللبس، وبالتالي أنا بلبسها على مدار سنوات عديدة ومش بحتاج ان انا اغيرها باستمرار. ده زي ايه؟ زي البليزر، زي الجواكت الجلد، الجاكيت الجينز، البنطلون الجينز، البلطو، القميص الكلاسيك وغيرها. الملابس دي بتكون تكلفتها اكبر وقت الشراء زي ما قلنا، لكن بتعتبر سعر لبسها يعني يعتبر اقل من المنتجات الارخص والاقل جودة، لان المنتجات الارخص دي بتبقى شكلها كويس على المدى القصير، ولكن بحتاج ان انا اغيرها يعني بعد فترة قصيرة من اللبس. بينما بقى الملابس الاستثمارية او الانفستمنت كلوزنج بتعيش فترات اطول، فبالتالي بتستحق المبلغ الكبير اللي بيدفع فيها وقت الشراء. شركات صناعة الملابس بيبقى صعب عليها إنها تعرف اختيارات المستهلكين والحاجات اللي بيفضلوها في الملابس والقطع المطلوبة بشكل مباشر علشان تلبي احتياجاتهم، فبالتالي بيكون في وسيط ما بين المستهلك وما بين الشركة المصنعة، وهو تاجر التجزئة اللي بيوصل يعني احتياجات وطلبات الكونسيومرز أو المستهلك للمصنع، فبالتالي المصنع بيبدأ يشتغل على الموديلات دي ويوفرها لهم. بيستلزم طلب المستهلكين المتكرر على موديلات معينة إنه المصنع يقلل من وقت التصميم ودورة إنتاج المنتج. وعلى الرغم من إن مدة أو دورة الإنتاج التقليدية لأي منتج بتتراوح من 12 ل 18 شهر، إلا إن بعض شركات الملابس يعني دخلت كده بعض الأنماط كده أو الستايلز الجديدة اللي ممكن تظهر في السوق وتكون دورة إنتاجها بتتراوح من 4 لـ 5 أسابيع، وده بس علشان تلبي احتياجات السوق. من التحديات برضو اللي بتواجه صناعة الملابس هي التحديات اللي بتتعلق بسلاسل التوريد أو الـ supply chain.
القطعة الملبسية الواحدة بتتكون من مكونات مختلفة. على سبيل المثال القميص اللي قدامنا ده قميص رجالي كاجوال، بيتكون من قماش قطني أو قطن بوليستر، وبطانة من قماش غير ملسوج اللي هو احنا بنسميها الفازلين، اللي هو البطانات اللي بتتحط فيه الأساور والياقات. وفي كمان ملصقات سواء كانت مطبوعة أو منسوجة، واللي بتتعرف باسم الكير ليبل، اللي بيبقى مكتوب عليها رموز وعلامات بتورينا ازاي يعني نعتني بالقطعة الملبسية دي. وفي كمان ملصقات الماركات، وبساعات بتكون مطرزة بالبوليستر أو مطبوعة برضو ممكن، وبيكون في كمان زراير وخيط خياطة، وكل التفاصيل دي بتكون موجودة داخل قطعة ملبسية واحدة. ونظرا لان كل مكون من المكونات دي بيتم تصنيعه بواسطه مورد مختلف، فان عدم وصول اي مكون من المكونات دي بيتسبب في تاخير الانتاج. في المتوسط بيتعامل كبار مصنعي الملابس الاستهلاكيه مع حوالي 2000 ل 40 الف منتج سنويا. سلاسل توريد الملابس معقدة، وبتتطلب الاستعانة بمصادر خارجية عالمية ومدة زمنية أطول ومواسم أقصر. بيتمثل الجانب الرئيسي لسلسلة التوريد في المورد المسؤول، واللي بياخد في الاعتبار عوامل كتيرة زي الاستدامة وسلامة المنتجات. في صناعة الملابس الحديثة بيزداد التركيز على الجودة، وبيتوقع المزيد من الذكاء وخفة الحركة والسرعة في النقل في سلاسل التوريد. بيتعامل تجار التجزئة مع مخزون أصغر، وبيستجيبوا بسرعة لاحتياجات السوق. في دايما مجهود من قبل تجار التجزئة علشان ما يزودوش أسعار المنتجات بتاعتهم بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المواد، وبالتالي بيكون في ضغط على هامش الربح أكبر من أي وقت فات. بيواجه تجار الملابس اللي بيبيعوا الملابس بالتجزئة يعني تحديات من ناحية التجارة الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت، واللي بتستمر في قلب وتغيير شكل التجارة في قطاع الملابس عموما. ومع استمرار انتشار شركات الإنترنت، الشركات يعني اللي بتبيع الملابس عن طريق الإنترنت، فهيكون في منافسة شديدة بينهم وبين تجار التجزئة. ده إلى جانب إنه البيع عن طريق الإنترنت دايما بيكون فيه مخاطر من المقاسات الغير مظبوطة والخامات والألوان والموديلات الغير صحيحة. ثالث تحدي عندنا بيواجه صناعة الملابس هو التحدي الخاص بالتصميم والإنتاج. بالنسبة للتصميم، فمصانع الملابس يجب عليها التعامل مع قدر غير عادي من التغيرات في التصاميم. وبالنسبة للإنتاج، فالطريقة التقليدية بيتم فيها عملية تصنيع الملابس من قبل عمال الإنتاج، واللي بيقوموا بعمليات القص والخياطة وغيرها. وعلى الرغم من التقدم التقني الكبير، فبتظل صناعة الملابس صناعة كثيفة العمالة، يعني بتحتاج لعمالة كتير. والجدير بالذكر هنا أنه أحد الاهتمامات العالمية الرئيسية في مجال صناعة الملابس هو ارتفاع تكاليف العمالة. رابع تحدي من التحديات اللي بتواجه صناعة الملابس وهي الـ stiff competition أو المنافسة. هنلاقي دايما ان مصنعي الملابس وتجار التجزئة بيقولوا انه مجال تصنيع الملابس بيتميز بقدرته التنافسية العالية، بحيث انه المنافسين بيقوموا ببيع عناصر ملبسية مماثلة لنفس شريحة السوق أو المستهلك وأنواع المحلات التجارية. زادت العولمة والانفتاح الاقتصادي من حدة المنافسة بينهم، وده بيخلي التجار في حالة مقارنة دايما وتحليل للأسعار والجودة والخدمة اللي بيقدمها المنافس بتاعهم علشان يحسنوا من أدائهم. خامس تحدي من التحديات اللي بتواجهها صناعة الملابس وهي الإيكولوجيكال تشالنجز أو التحديات البيئية. بشكل عام بيتم التخلص من القطع الملبسية لما بتفشل في أداء وظيفتها أو بقت قديمة ومش بتواكب الموضة.
في الحالة دي بيتم إعادة تدوير الملابس القديمة أو التخلص منها كنفايات، واللي غالبا ما بيتم نقلها للمواقع المخصصة للتخلص من النوع ده من النفايات. التخلص من الملابس بالطريقة دي بتعتبر الاختيار الأقل تفضيل، ليه؟ لأنها بتتسبب في تلوث الهواء والمية، وده بدوره بيتسبب في تهديدات بيئية شديدة. وبالتالي علشان نقلل التهديدات دي، بيستخدم مصنعو الملابس عبارات زي دي في إنتاج الملابس، زي مثلا reduce, reuse, recycle، واللي بتشير إلى إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للمنتجات دي بعد ما موضتها بتروح أو بعد ما بتقدم. الاتجاه العالمي في صناعة الملابس بيتجه نحو استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير وتقليل التشطيبات أو التجهيزات الكيميائية، وبالتالي بيتحول الاتجاه لتطوير منتجات صديقة للبيئة من مواد مشتقة من مصادر تانية غير البترول. بيتم تصنيع العديد من القطع الملبسية من القماش، هو مزيج بين الألياف الطبيعية والصناعية، مثال على الألياف الصناعية زي مثلا البوليستر والنايلون. وعلى الرغم من أن الألياف الطبيعية قابلة للتحلل، إلا أن مصدر القلق الرئيسي هي المواد الصناعية. يجب على مصنعي الملابس وتجار التجزئة تحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة، وده عن طريق منع استخدام المواد الكيميائية الخطرة في مراحل الإنتاج المختلفة. وممكن كمان إنه الحكومات تصدر تشريعات صارمة بتساعد في تحقيق هدف الحفاظ على البيئة. وعلى الرغم من صعوبة تحقيق ده، إلا إنه ممكن يساعد في تقليل النفايات بشكل كبير، وبالتالي تقليل التلوث البيئي. المستهلكين كمان في جميع أنحاء العالم بقى عندهم وعي أكبر بالمخاوف البيئية والآثار الضارة المحتملة على صحة الإنسان من جراء استخدام المواد الكيميائية السامة والمكونات الضارة في الملابس والمواد الغذائية. في صناعة النسيج وخاصة عند المعالجة الرطبة أو الويت بروسيسنج، والويت بروسيسنج هنا المقصود بيها هي العمليات اللي بتتم في وسط مائي زي الصباغة والطباعة والتجهيزات، بتستخدم بقى صناعة النسيج العديد من الملوثات الكيميائية والمواد المسببة للحساسية والمواد المسرطنة في أثناء العمليات دي. والمطلوب هو وجود تشريعات صارمة للمصنعين علشان يخلي منتجاتهم أكتر أماناً عن طريق تقليل استخدام المواد الكيميائية الخطرة والمعادن الثقيلة. ويجب السماح فقط بالمواد الآمنة بيئياً أو صديقة البيئة. كمان لازم مصانع النسيج تعالج مشاكل التخلص المباشر من مياه الصرف الصحي اللي بتحتوي على مواد كيميائية سامة في المجاري المائية لتقليل تلوث المياه. Role of various organizations، وهنتكلم هنا عن دور المنظمات المختلفة في مجال صناعة الملابس. أول حاجة عندنا هي Role of academic institutions أو دور المؤسسات الأكاديمية. المؤسسات الأكاديمية لازم تقدم دورات موجهة للطلاب وإعدادهم للمواقف اللي هيواجهوها بمجرد دخولهم سوق العمل. يجب تحسين التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة من خلال التنسيق المناسب. يجب على الطلاب زيارة وحدات التصنيع بانتظام وإكمال بعض المشاريع أو التدريبات الداخلية لاكتساب المعرفة حول المواقف الحقيقية على أرض الإنتاج. كمان لازم يكون الطلاب على دراية بالاتجاهات الحديثة في التصميم والإنتاج ومراقبة الجودة. ولازم برضو الطلاب يفهموا التحديات الرئيسية اللي بتواجه صناعة الملابس وطرق مواجهتها. كمان يجب على المؤسسات الأكاديمية تنظيم زيارات الطلاب للمعارض التجارية وعروض الأزياء والندوات والمؤتمرات في المجالات ذات الصلة بصناعة الملابس لاكتساب المعرفة حول الحالة الحالية للفن. تاني دور عندنا مهم هو Role of Governing Bodies أو دور الهيئات الحكومية.
غالبا ما بتأثر سياسات الحكومة على وحدات تصنيع الملابس. لوائح الاستيراد والتصدير الصارمة بتتحكم في استيراد المواد الخام وتصدير السلع تامة الصنع، وممكن السياسات الودية للاستيراد والتصدير تساعد في تحقيق أهداف العمل. الجمارك بتعمل على زيادة تكلفة الواردات وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للسلع المنافسة المنتجة محليا. في البلاد النامية بتعتبر الجمارك شكل من أشكال تحصيل الإيرادات، واللي ليها أهمية كبيرة وبتحل محل أي هدف لحماية الصناعة المحلية. علشان كده لازم سياسات الهيئات الرئاسية تكون مناسبة للمنتجين المحليين والمستوردين والمصدرين. تالت دور عندنا مهم هو role of industries أو دور الصناعات. من العلامات الرئيسية للنجاح في السوق العالمية التنافسية هو استخدام الكلمات الطنانة اللي ليها صدى عند المستهلكين، زي مثلا التكلفة المنخفضة، الجودة الأفضل، المتانة، رضا العميل، الراحة، الأناقة. كل دي كلمات بيكون ليها صدى في السوق عند المستهلك. على الرغم من التقدم التقني، بتظل صناعة الملابس نظام إنتاج كثيف العمالة، وده بيؤدي لانخفاض الإنتاجية وغالبا ما بيؤدي للتأخر في الإنتاج. لازم الصناعات تاخد في اعتبارها استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتدريب العمال وتقليل النفايات والاعتبارات البيئية والالتزام بأنظمة الجودة المحددة، وده ممكن بدوره يؤدي لزيادة الإنتاج وزيادة الجودة وتقليل كمية النفايات وتقليل الوقت اللي بيتوقف فيه العمل، وبالتالي بيسبب تأخر الإنتاج. لازم على كل موظف يعمل لتحقيق الهدف التنظيمي، ولازم الصناعات تراعي الموظفين بأجر عادل وحوافز وأجازات وامتيازات وتسهيلات.